انت طول عمرك جريء يا عمي. انا يعجبني فيك انك جريء. خد القرار ومش هتندم. قراري يا بني ادم، قراري. انت صدقت نفسك انك انت فعلا مخترع؟ امال انت ليه يا انكل اخدته معاك الوزارة؟ تصوري انا كنت بحترمك على انك انت اللي بتعقليه، طلعت انت اللي مجنناه. انا اخدت الوزارة عشان اوريهم عملوا ايه في الناس، بقدم لهم نموذج واحد مجنون. ده منظر مخترع ده. سيبك من منظري، سيبك من شكلي، سيبك من اسمي، سيبك من عقلي، سيبك مني انا شخصيا. بس انت تمول لي اول نموذج لفرقع لوز، دول 5000 جنيه بس. ما تضيعش وقتك يا ونيس، خلي النكته دي بعدين. تعرف ان انت اول واحد هطيره؟ تعرف انك انت قليل ادب فعلا يا بني ادم، يا حلقوم يا حمديه. خليه يبص في شغله، يهتم بشغله، يعمل حاجه معقوله. ما الاختراع ده معقول جدا يا انكل، ممكن دول كتير تجري وراه علشان تشتريه، بس هو يكمل اختراعه ويلاقي طريقه ينزل بيها اللي بيطيره. ربنا يوفقه. ايه يا بت، قولي تاني اللي قلتيه. لو انت اخترعت جهاز يطير البني ادم وما اخترعتش الجهاز اللي نزله، حسبي الله ونعم الوكيل. غور من وشي، غور من وشي، مش عايز اشوفك تاني هنا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. امسكي يا حمديه انت وحلقوم، يلا اختاروا دي الجواز. يا موزي يا ابويا، عطلتك على الفطار. انت مسحت الفطار كله يا ابويا. امسك اعصابك يا ونيس، انا هقول لك على خبر هيخليك تطير. انت كمان يا ابويا، انت كمان هتطيرني. بعت الفيلا ب5 مليون. شش بشويش. الف مبروك، الف مبروك يا ابويا. ازاي جبت فيها الرقم ده وبالسرعه دي؟ دي مش صداره مني، ده هبل من اللي اشتراها. انا لسه بقول ليوسف بيشوف لي حد يشتري الفيلا، خد قراره في 5 دقايق، راح يعين الفيلا واشتراها. هايل هايل. بس انا دلوقتي فهمت، يوسف بيه اتصل بيا وقال لي استعد للشغل، اصله ناوي يعمل على الارض دي مشروع. يعمل فيها اللي هو عايزه، وانا اعمل اللي انا عايزه. الف الف مبروك يا ابويا. معلش انا مضطر انزل بقى علشان هقابل شيراز. ها بقول لك ايه، اوعى تخلي الواد حلقوم يلعب في دماغك ويخليك تمول له اختراعه فرع لوز. ها يا هدى، احنا جايين نقلب ابوكي، مش انت اللي تقلبينا. اسكت يا حلقوم، انا اللي قلت لها. احنا خلاص يا هدى اخترنا الغساله. غساله؟ غساله ايه؟ مش لما نجيبها احنا الاول؟ انا هبعت لك حمديه كل اسبوع تغسل لك، اوفر. ما تهزرش، مشكله يا حمديه انت وحلقوم، وانا هقوم. باي باي يا جد. لو عايزه حاجه يا هدى، انا خلاص بعت الفيلا ومعايا ملايين. متشكره، متشكره قوي يا جد ويا حبيبي. يا ست هدى، مش عيب برضه تطنشيني كده؟ هو انا مش بني ادم عشان اقدر اجيب لك هديه جوازك؟ كتر خيرك يا دادا. طب اقريني الكشف بقى عشان اختار. حاضر. اوضه النوم والانتريه والبوتاجاز والثلاجه والسجاد وطقم صيني والتلفزيون، دول خلاص جولي. يا خساره، كنت عايزه اجيبهم لك. بس استني، انا عرفت هجيب لك ايه. متشكره يا دادا. عم ابو الفضل، كل مليونيرات العالم ساهموا في تشجيع العباقره والمخترعين، انا حديك الشرف ده. كان اشرف من اول لحظه شفتيها فيها تقول لها الحقيقه. كانت هتبقى نفس النتيجه، عايزه تاخد شادي. موقفك بقى بايخ، لانك ضللتيها وسبتيها تدور وتدعبس لغايه لما وصلت لملجا الايتام وسالت وعرفت الحقيقه بسهوله، وبقيت واقفه بينك وبين ابنها وهي بتتالم. دي كانت بتستمتع بكذبي. ودلوقتي قرارك ايه؟ مش قادرة اتصور، مش قادرة اتصور بعد 10 سنين تيجي امه تاخده مني بالسهولة دي. هديك قلتيها، امه
ما هياش أم اللي ترمي طفل رضيع الساعة 4 الصبح في الشارع. ما هياش أم اللي تسافر 10 سنين 10 سنين عايشة حياتها ما بتفكرش غير في شغلها وفلوسها وبس. ما هياش أم اللي ما فكرتش في ابنها اللحمة الحمراء اللي رميته في الشوارع ده. ما هياش أم. أيوة بس انتي مش أم. أنا مش أم بس جوايا مشاعر إنسانية. هي أم لكن مفيش جواها أي مشاعر. أنا شايف كلامك اتجاه خطير. لا أنا مش فاهم مش فاهم. أنت عايزة تقفي قصادها وتحاربيها؟ حارب إيه؟ أنا أضعف مما تتصور بالرغم إن مفيش عندها دليل واحد إن شادي ابنها. في برضو دليل هو أنا. شراز أنا مقدر الموقف اللي أنت فيه ومحترم مشاعرك بس بعيدا عن أي عواطف بصراحة أنا متعاطف مع موقفها. تبقى ظالم تبقى محامي خصمين. لا يا شيراز أنا لا محامي ليكي ولا ليها. أنا محامي شادي. أنا دلوقتي أقدر أقول لك إن أنت اللي ظالمة لأنك ما فكرتيش فيه. أفكر إزاي أسيبه الإنسانة مستهترة مفيش أي ضمان إنها تحميه. سيبي الموضوع ده عليا. لازم يبقى فيه بينك وبينها مواجهة صريحة وواضحة. لا صعب 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 قوي يا ونيس. دي أعز صديقة ليا اللي كان بينا حب فوق أي علاقة إنسانية. إزاي؟ ما أقدرش يا ونس. ما أقدرش ما أقدرش أواجهها كخصم. ما أقدرش. الموجعة تحصل غصب عني وعنك. مفيش مفر. فعلا محتاج لنظافة. نظافة في تفكيرك وفي قلبك يا حسام. ليه يا عم ابو الفضل؟ عشان بطالب بحق معتزة مراتي واختها حريصة؟ ده مش حق. ده كرم اخلاق مني. على العموم دول بنات اخويا الله يرحمه. انت تطلع منها. كتر خيرك يا عم ابو الفضل. فعلا نص تمن الفيلا دي هبه كبيره منك وما انتش مجبر عليها. نص تمن الفيلا 2.5 مليون. اتنين مليون ونص دول يغيروا حياتنا كلها. انت مش شايف انك اتغلبت في البيعه دي يا عم ابو الفضل؟ مش هرد عليك لان تفكيرك قذر. بيسألي يوسف بيه هو اللي اشتراه من غير ما نسأل. يا عم ممكن تسكت يا حسام وما تتدخلش؟ خد يا معتزة دول شيكين واحد لكي وواحد لأختك. شكرا يا عمي. طب ما تخلوهم لنا شيك واحد. لا شيكين
علشان لما يتسرق واحد احسن ما يتسرق الاثنين. صداقتنا كانت توأمة. صعب الفصل بينا. كنتي مستهترة وأنا كنت بعرف أسيطر عليكي. عمري ما كان في حاجة في إيدك غليت عليا. كنا بنخلق كل الظروف اللي في الدنيا اللي تربط مصيرنا ببعض احنا الاثنين. حلمنا نتجوز في يوم واحد. قررنا نسكن جنب بعض. حلمنا بولادنا. ولادي يقولوا لك يا خالته. ولادك يقولي لي يا خالته. لو حد مسك او مسلي كنا بناكله. كل ده اتهد. كل ده اتهد لما شفت في توأمي قسوة. لما شفتك ام بلا رحمة. كنت صغيرة وخايفة من اهلي. ارجوكي بقى ارجوكي بقى ما تعمليش فيها ام دلوقتي وبرحمتك جايه تنزعي مني انا الطفل اللي ربنا حطني في طريقه عشان انا اللي انقذه وانا اللي ربيه. بس انت عارفه انه ابني. ابن رحمك بس. حبه ليا. حبي ليه. انت تعرفي عنه ايه؟ انت ما تعرفيهوش اصلا. احلامه وطموحه انا اللي اعرفه، انا اللي عشتهم مش انت. مش هسمح لك تاخديه. مش هسمح لك تاخديه مني علشان ترميه تاني. شيراز انا بحبك وحاسه بيكي. وانتي قلتيلي ان علاقتنا علاقه توأم. ان عمري اللي في ايدي ما غلي عليكي. وده ابني. بس مش في ايدي. احنا مش توأم. لانك احسن مني بكتير. ولما شفت شادي وعرفت انه ابني حبيتك اكتر. ولو انك خبيتي عليا كنت عايزه ابوس ايدك لانك حميتي ابني. انا غلطت بس ربنا بيغفر. طب اغفري انتي بقى. أنا اتطلقت عشان ما بخلفش. وربنا أكرمني. ربنا أكرمني لما جاب طفل زي شادي سيبهولي. وأنا ربنا عاقبني. وأقعدت اللي بطني مرتين. يعني معنى كده إن أنا مش هخلف تاني. كده انتوا صعبتوا عليا الموقف. في نفس الوقت الحل بقى اسهل. عارفين حكايه القاضي اللي وقف قدامه اتنين ستات كل واحده فيهم بتقول الطفل ده ابني؟ القاضي طلب انهم يربطوا الطفل بحبل ليه طرفين ويحطوه على الارض. وقال لكل ست فيهم تشد طرف الحبل عشان يشوف مين اللي هتجيب الطفل ناحيتها. واحدة فيهم شدت الحبل بسرعة عشان تجيبه ناحيتها. التانية سابت الحبل لأنها خافت على الطفل إنه يتقطع. القاضي حكم
ان الست اللي سابت الحبل هي اللي تاخد الطفل، لانها خافت، خافت على الطفل انه يتقطع. مين فيكوا بقى اللي هتسيب طرف الحبل عشان الطفل ما يتقطعش؟ صعب، صعب قوي، صعب الواحد يختار. عندكم حاجات كتير بزياده، وطبعا الشقه متكربسه لانها صغيره. انتوا عرفتوا عنوان الشقه منين؟ حلقوم قال لي ان كنتوا عاملين كشف هدايا بمناسبه الجواز، فجينا جري علشان نلحق. مش غريبه شويه يا هدى تلفوا على الناس بكشف هدايا علشان يختاروا منها؟ فكره جديده. يعني ممكن بالكشف ده الواحد يختار اللي على كيفه؟ طبعا. طب ممكن نختار؟ اتفضل. حلو، حاجات كتير قوي. اوضه النوم والانتريه والتلاجة والبوتاجاز والتلفزيون والسيراميك والشوكا. ايه ده؟ عندكم شوكولاته كمان؟ ايه ده يا استمتاع؟ لا 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 ده كتير، وبعدين اصلا كل دول خلصوا. ايه؟ خلصوا؟ امال احنا هناخد ايه؟ تاخدوا؟ هو انت فاكر ان الكشف ده عشان انتوا تختاروا هدايا احنا نديها لكم بمناسبه جوازنا؟ ما انا قلت برضه دول اتجننوا ولا ايه؟ ثانية يا ولفت، انت بقى تقصدي اللي احنا نجيبها لكم؟ وحسب مقدرتكم لو عايزين، وكمان ممكن تشتركوا مع حد، واصلا بقى مفضلش غير المكنسة. خلاص احنا علينا المكنسة، بس مش بالكهرباء، مكنسة بإيد وجاروف وفرشة بلاط. طب وجايين على نفسكم ليه؟ استنوا لما ابقى أم واختاروا هدية صغيرة على قدكم للولد. يعني ايه؟ مش قادرة افهم ازاي انت تسالني تبقى هي ماما. وتيتا جواهر ما تبقاش تيتا. وخالته ناس ما تبقاش خالته. وخاله فراس ما يبقاش خاله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ازاي يا بنتي قدرت تشيل الحمل التقيل ده كله لوحدك؟ وازاي ما قلت للناش ان هو يبقى ابن صاحبتك سالي؟ اهو ده اللي حصل يا ماما، وهزعلته خلاص. ودي امك ولازم تعيش معاها. اصدق اني كلام ليك؟ اصدق ان بابايا ومامتي ماتوا في حادثة وانت قطيني عشان تربيني وبيتي مامتي؟ ولا اصدق ان مامتي عايشة واسمها سالي؟ أنا كدبت عليك، أنا كدبت عليك. أيوه مامتك سالي لما عملت حادثة سافرت عشان تعمل عملية. أيوه وإحنا عزلنا وانقطعت بينا الصلة خالص، وأنا عرفت منها لما راحت المركز. لما راحت المركز هي قالت لي، هي قالت لي إن هي قعدت 8 سنين تدور عليك عشان توصل لنا وعشان توصل لك. اتعذبت كتير قوي يا شادي، ما بطلتش عياط يا حبيبي عليك. وليه هي ما قالتليش انها امي ولا حسستني؟ ارحمنا بقى يا شادي من اسئلتك دي. الحمد لله ان مامتك موجوده. واحنا كلنا هنفضل اهل، لأن مامتك سالي صاحبة شراز وكأنها واحدة من العيلة. طب ليه أول ما شفتيها ما قلتليش إنها أمي؟ حقك عليا معلش، كانت أنانية مني يا حبيبي، أنا كنت أنانية. يمكن علشان جيت عشان فكرت اللحظة إن أنا ما أقدرش أستغنى عنها. دلوقتي
قدرتي تستغني عني؟ لا يا عمي ما قدرت. ده حقك يا شادي، ده حقك انت وحق سالي. امه وابنها لازم يعيشوا مع بعض يا حبيبي. الله، كمان يا شادي كنتوا الاثنين مع بعض هتبقى اجمل واحلى بكتير قوي صدقني. انا بسيب الحبل عشان انت ما تتصابش باي اذى. حتى لو الحبل ده خنقني. وانا بحبك وبحب بنتي دنيا، ايه بقى المشكله يا حسام؟ خايف، خايف عليكوا قوي وعلى اختك حريصه. لا حول ولا قوه الا بالله. وايه اللي خلاك تخاف علينا فجاه كده؟ مش عارف، يمكن عندي احساس ان عمري قصير، عايز الحق اعمل لكم حاجه. سبحان الله، وايه اللي حاشك يا حسام؟ العين بصيرة والإيد طويلة. بتقول إيه؟ قصدي قصيرة. ما تقلقش نفسك يا حسام، أنا دلوقتي عندي اللي يأمني أنا وبنتي، وحريصة عندها اللي يأمنها هي وابنها. طب وأنا؟ أنا لازم يبقى لي دور. أنت قلت الحريصة على شيك أبو الفضل اللي سابوه لها معانا؟ لسه، بس هبلغ. بلاش، دول 1,250,000، إديهم لي أأمن لها مستقبلها وبعدين أبقى سدد لها المبلغ. حسام، أنت هتبدأ تلعب؟ بلاش اللعبة دي. حبيبي بلاش اللعبة دي، مكسورة. هجيلك لعب أحلى منها كتير أوي. مش عايزة أسيب أي حاجة أنا عشت معاها. وانت تعالى كده بقى تاخدنا معاك كلنا في الشنطة ولا ايه يا عم؟ مش احنا عشنا مع بعض برضو؟ ايه يا ونيس؟ ايه يا عم؟ اعمل لك كركديه بقى ولا اعمل لك صندوق تضرب سندوتشين فسيخ؟ هتلاقي شادي هيترحم من سندوتشات الفسيخ زي ما ولادي ما اترحموا من سندوتشات الكبده بالقوطة. صح، تيجي نعمل سندوتشات جديده بقى، يعني نعمل جبنه، نعمل جبنه بال جبنه بالقوطه على صوص فسيخ. على فكره يا ماما، انت بتقولي اي كلام عشان تخففي الموقف. مساء الخير، أنا آسفة تأخرت. بالعكس، أنت جيتي بدري أوي. أشوف وشك بخير يا شيراز. شادي طبعا دلوقتي بقى له مامته وخالته. متشكرة أوي يا أستاذ هانس. يلا يا شادي.
شادي. انت نسيت ساعتك. Ha ha ha!